جديده محتاجين تروحوا جزيره بلازا في الشيخ زايد. اول مكان هنروحه هناك هو سباج. الابيتايزر كان بولونيز ديب رهيب مع فرايد بريد، جارليك بريد مع سبريد زيتون مفروم، بارميجان فرايز مع بيستو ايولي. اما المينديشز كانت باستا بالجمبري مشوي وكريم صوص بالزعفران، بيتوتشيني باستا بالمشروم وبيف فيليه مع كريم صوص وروزماري. اما القنبله دي كانت بيف بوت باي متغطيه بعجينه البيتزا. عشان نحلي بقى جبت شويه ميني براونيز من فور فات ليديز وخدتهم على باريجاتو. جبت من شوكليت جيلاتو ودولسي ديليش بريتل جيلاتو فوقيهم السولتد كراميل براونيز. وهم يا جماعه عشان تجربوا تشيت ميل جديده محتاجين تروحوا الجزيره بلازا في الشيخ زايد. اول مكان هنروحه هناك هو سباج. الابيتايزر كان بولونيز ديب رهيب مع فرايد بريد، جارليك بريد مع سبريد زيتون مفروم، بارميجان فرايز مع بيستو ايولي. اما المينديشز كانت باستا بالجمبري مشوي وكريم صوص بالزعفران، بيتوتشيني باستا بالمشروم وبيف فيليه مع كريم صوص وروزماري. اما القنبله دي كانت بيف بوت باي متغطيه بعجينه البيتزا. عشان نحلي بقى جبت شويه ميني براونيز من فور فات ليديز وخدتهم على باريجاتو. جبت من شوكليت جيلاتو ودولسي ديليتش بريتل جيلاتو فوقيهم السولتد كراميل براونيز. وهم يا جماعه عشان تجربوا تشيت ميل جديده محتاجين تروحوا الجزيره بلازا في الشيخ زايد. اول مكان هنروحه هناك هو سباج. الابيتايزر كان بولونيز ديب رهيب مع فرايد بريد، جارليك بريد مع سبريد زيتون مفروم، بارميجان فرايز مع بيستو ايولي. اما المينديشز كانت باستا بالجمبري مشوي وكريم صوص بالزعفران، بيتوتشيني باستا بالمشروم وبيف فيليه مع كريم صوص وروزماري. اما القنبله دي كانت بيف بوت باي متغطيه بعجينه البيتزا. عشان نحلي بقى جبت شويه ميني براونيز من فور فات ليديز وخدتهم على باريجاتو. جبت من شوكليت جيلاتو ودولسي ديليتش بريتل جيلاتو فوقيهم السولتد كراميل براونيز. وهم